نبدأ معكم فقرتنا الميدانية الأولى، ورح ناخذكم إلى مستشفى الجهراء الجديد. رح ننتقل وننقل لكم الاهتمام الكبير اللي توليه وزارة الصحة لبرنامج الأطباء الزائرين، اللي الهدف منه تحسين الخدمات الصحية وتوطين الخبرات العالمية. بالفعل يا مها، وما تقوم به وزارة الصحة وجهودها المبذولة تسعى من خلالها لتعزيز الاستفادة في المجالات العلمية والطبية وبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك لتطوير الأداء الطبي عبر برنامج الأطباء الزائرين. نذهب معكم إلى مستشفى الجهراء الجديد، وزميلتنا لما أبو علاوي مراسلة تلفزيون دولة الكويت نأخذ منها فكرة عن هذا الموضوع. صباح الخير لما، أعطينا فكرة عن الجديد من وزارة الصحة فيما يخص برنامج الأطباء الزائرين في طبعا مستشفى الجهراء الجديد. تفضلي. نعم، صباح الخير. في البداية بالفعل زميلتي، منهجية وسياسة وزارة الصحة تركز بالفعل على توطين الخبرات العالمية من خلال استضافة أطباء زائرين من مختلف دول العالم لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية وإقامة العديد من العمليات الجراحية المعقدة. اليوم أطباء الزائرين يحظى باهتمام كبير وبالغ من قبل وزارة الصحة لما لها من تداعيات إيجابية على المنظومة الصحية وعلى المرضى. للحديث أكثر عن هذا المشروع الضخم، يسعدنا الآن أن نستضيف الدكتور محمد العازمي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة. يسعد صباحك دكتور في البداية. يا هلا مرحبا، صباح الخير، يعطيكم العافية، مشكورين على أنكم كنتم معنا في تغطية هذه الحملة، حملة الأطباء الزوار. نعم دكتور، كما ذكرت قبل قليل بأن مشروع الأطباء الزائرين يحظى باهتمام كبير وبالغ من قبل القيادات في وزارة الصحة، وذلك في سبيل صقل مهارات الكوادر الطبية الوطنية وإطلاعهم على آخر المستجدات وبروتوكولات وسياسات العمل المتبعة والأجهزة والتقنيات والتكنيكات الطبية التي تجرى داخل أروقة المرافق الصحية. حدثنا عن أهمية هذا المشروع الضخم للمنظومة الصحية وللمريض. بلا شك طبعا، اليوم مثل حملة الأطباء الزوار أو الأطباء الزوار، هو مشروع وطني ضخم يحظى باهتمام بالغ من حكومة دولة الكويت وبإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من معالي وزير الصحة دكتور أحمد عبد الوهاب العوضي. وهذا المشروع هو 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 أهميته في أنه قاعد يلبي احتياجات متلقي الخدمة في الكويت. اليوم احنا مرضانا يحتاجون الى 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 بعض الاحتياجات الخاصة عن طريق توفير بعض الأطباء الزوار، إجراء بعض العمليات الجراحية، معاينة المرضى. الأطباء الزوار احنا عندنا نوعين إذا احنا نقدر نلخصهم، نوع لمعاينة المرضى وإجراء العمليات الجراحية والاستشارات الطبية، والنوع الآخر هو لتدريب الكوادر الوطنية الكويتية، الكوادر سواء الكوادر الطبية أو الكوادر الفنية. فهذا المزيج قاعد يطلع لنا في مشروع ضخم احنا إن شاء الله مستمرين فيه. والشهر هذا احنا عندنا تقريبا استاذة أكثر من 39 طبيب زائر الكويت في شهر فبراير من جميع التخصصات الطبية ومن جميع الجنسيات، من أوروبا، من بريطانيا، من أمريكا، من أسبانيا، من كندا، ومن بعض الدول العربية والخليجية الشقيقة. اليوم أهمية هذا الموضوع أن احنا قاعد نلبي احتياجات مرضانا ومرضى وزارة الصحة. جميل دكتور، أكيد لم يقتصر مثل ما ذكرت قبل قليل وجود الأطباء الزائرين على إقامة عمليات جراحية معقدة، بل وأيضا هناك تتوسع الخدمة لتقديم خدمات تشخيصية وأيضا علاجية لإطلاع أكيد الكوادر الطبية الوطنية على آخر المستجدات. وهل تم التركيز أيضا على تخصصات طبية معينة، أم هذا البرنامج يعتبر شامل لجميع التخصصات؟ هو برنامج بلا شك هو برنامج شامل، لكن نأخذ الاحتياجات اللي يحتاجونها الأقسام المعنية في 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 الوزارة. اليوم احنا ايضا برنامج التدريب قاعد ندرب الكوادر الوطنية، هو برنامج مهم ايضا. اليوم في مقولة انك انت تعلم الشخص كيف يصطاد السمكة خيرا من انك انت تصطاد السمكة يعني. فبالنهاية اليوم تدريب الكوادر
الوطنيه سواء الكوادر الطبيه او الكوادر الفنيه المسانده هو جزء من 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 الاطباء الزوار او من 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 هذا المشروع اللي احنا متبنينه. جميل دكتور، كما تعلم ايضا السؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف للمريض اليوم يستطيع الوصول الى هذه الخدمه؟ هناك عده قنوات، عده مسارات قامت بإتاحها وزاره الصحه لمتلقي الخدمه لتقديم الطلبات لهؤلاء الزوار، وكيفية أيضا آلية التنسيق بين الفرق الطبية لتلقي هذه الطلبات ومراجعتها ومناقشتها لمستحقي هذه الخدمة. نعم بلا شك، اليوم احنا أي مريض في الكويت يقدر يدش على برنامج سهل أو كويت صحة ويعبي الفورم البسيطة اللي موجودة. نحتاج بعض المرات إلى تقرير طبي يبين اختصاص يعني او يبين الحاله المرضيه للمريض. ثم هناك منسقين في جميع مستشفيات دوله الكويت من اطباء، المنسقين هذيلي يشوفون هل الحالات هذه متوافقه او مطابقه للشروط او مطابقه للتخصص اللي رايح له الطبيب، ويوجهون التوجيه الصحيح في هذا الخصوص. فيعني الموضوع بسهاله ان المريض الكويتي يقدر يدخل على برنامج كويت صحه او سهل ويقدم على التقرير، وراح يوصل للمنسقين وراح يتواصلون معاه بأقرب وقت. عادة قبل 5 أيام من وصول الطبيب الزائر يكون احنا قفلنا المواعيد اللي موجوده بسبب تنظيم الامور الاليات. بعض الاطباء الزوار يحتاجون قبل لا يدخل على المريض يسوي بعض التحاليل، بعض الاجراءات الروتينيه، فراح يتواصلون مع اداره المستشفى والقسم المعني ويكونون وياه ان شاء الله يد بيد في هذا الموضوع. جميل الله يحفظك. الف عافيه دكتور. كان معنا الدكتور محمد العزمي وهو مدير اداره العلاقات العامه والاعلام في وزاره الصحه. زملائي في الاستديو، نود الآن أيضا أن نستضيف نماذج من الخبرات الوطنية. اليوم مستشفى الجهراء الجديد وبالتحديد وحدة الجهاز الهضمي قام باستضافة طبيب زائر من بريطانيا لإجراء عدة نستطيع أن نقول إجراءات من المناظير. يسعدنا الآن أن نستضيف الدكتور رائد صويت وهو رئيس وحدة الجهاز الهضمي ليحدثنا أكثر عن طبيعة العمليات التي ستجرى اليوم في وحدة الجهاز الهضمي. يسعد صباحك دكتور في البداية، وحدثنا عن هذا التعاون وهذا التحالف العالمي والطبي بين الخبراء العالميين وأيضا الكوادر الطبية الوطنية. نعم، تقوم وزارة الصحة بوحدة الجهاز الهضمي في مستشفى الجهرة باستضافة الدكتور براديب بنداري وهو بروفيسور متخصص في العلاجات المناظرية المتقدمة من بريطانيا. نقوم خلال الأشهر الماضية باختيار المرضى اللي عندهم حالات معقدة تحتاج تدخلات جراحية في المناظير دقيقة. فعلى سبيل المثال اليوم عندنا تقريبا 5 حالات، الحالات هذه تم اختيارها خلال الفترة الماضية، تضيقات في المريء لعمل قطع طولي وقطع عرضي في عضلات وأنسجة المريء، كذلك إزالة بعض الأورام التي كانت في السابق تزال عن طريق الجراحة، الآن يتم بالتنسيق مع الدكتور براديب بنداري والكوادر الموجودة في وزارة الصحة بإزالتها عن طريق المناظير. يعني وكذلك بعض الحالات اليوم نعمل فذهن في وضع بعض الأجهزة لحل ارتجاع الأحماض أو ارتجاع المريء. نعم يعطيك العافية دكتور رائد الصويت وهو رئيس وحدة الجهاز الهضمي. ولكن أيضا زملائي أود أن نتحدث عن أهمية التطبيقات الرقمية أو التطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي قام بجلبها وتوفيرها في مستشفى الجهراء وبالتحديد في وحدة الجهاز الهضمي، للحديث عن أهمية هذه التطبيقات لما لها من تداعيات أيضا إيجابية على المنظومة الصحية من تسريع عملية العلاج والحد من المضاعفات. نلتقي الآن مع الدكتورة أسماء الكندري وهي استشاري جهاز هضمي في مستشفى الجهراء. يسعد صباحك دكتورة في البداية، حدثينا عن أهمية اليوم مستشفى الجهراء، أول مستشفى قام بجلب تقنيات متقدمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي لإجراء مناظير متعلقة بالجهاز الهضمي. أول
حبيت أشكركم. وثاني شيء الذكاء الاصطناعي قام يدخل في كثير من المجالات الطبية والتكنولوجية ويجي كعامل مساعد يساعدنا في اكتشاف الأورام في بدايتها وفي إزالتها. فيعني يجي الذكاء الاصطناعي يزيد من خبرة الدكتور يضيف له بس ما يعني ما يبدله، يضيف له إضافة كبيرة في اكتشاف الأورام في بدايتها بطريقة مبكرة ويساعدنا في إزالتها عن طريق المنظار قبل أنها يدخل في حيز أن لا ما نقدر نسوي شيء فلازم يروح إلى الجراحة. فالمناظير يعني المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي يساعدنا في تحديد إذا الورم خبيث أو حميد، حتى لو خبيث إذا كان في بدايته وعمقه، فهي تعتبر من الأشياء المضافة لعالم الطب والمناظير. يعطيك العافية دكتورة. كانت معنا الدكتورة أسماء الكندري وهي استشاري جهاز هضمي في مستشفى الجهراء. مثل ما ذكروا الأطباء يعني قد يكون الكلام هو خير دليل على ذلك. اليوم تتلاقى زملائي الخبرات العالمية مع العقول الطبية الوطنية النيرة ليقومون بتشكيل لوحة فريدة من الرعاية الصحية المتقدمة. اليوم برنامج الأطباء الزائرين يضع مسار الرعاية الصحية الأولية في مسار وفي طريق التقدم وأيضا تطوير الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى أيضا التقليل من ابتعاث علاج المرضى بالخارج وتوفير الوقت والجهد على المرضى والنهوض بالمنظومة الصحية في جميع المستويات والأصعدة. هذا كل ما لدي زملائي وننتقل إليكم. يعطيك العافية لمى على هذه التغطية الثرية، بصراحة فعلا يعني أثريتينا، وجزيل الشكر أيضا لضيوفك الكرام. شكرا لمى.